والحمد لله ونشكروه. كان احساس كبير بزاف 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 ما كيتصورش اللي دينا هذا الكاس من قلب القلب ديال الخطر. وكنحمد ربك الرجوليه ديال الرجال. ما كنلعبوش لعابه كنعرفوهم رجال. هادو الرجال اللي جابوا لنا الكاس، رجال ديال بصح. وكاع المنتخبين ديالنا سكتناهم وسكتوا ونحترموا اي واحد كنحترموه. وديما رجاء وديما الفقراء ضرب كاس الاغنياء، صحاب الفقراء ضربوا لكم ولي الاغنياء، كوب ديال الاغنياء جبناهم. هذا الفوز هذا كنهديو للشعب الرجاوي واللعابه اللي تقاتلوا كانوا رجال. وكنتمناو الاداره تستثمر هذا الفوز هذا تجيب لنا انتدابات ونجيبوا الدوزيام ان شاء الله في البطوله باش العام الجاي نشاركوا في العصبه ونجيبوها ان شاء الله كيف ديما، حيت الرجاء معروفه بالالقاب وكنجيبوها من برا ديما كما الترجي. خويا كنبغي نشكر المدرب وكنشكر كاع اللعابه اللي تقاتلوا، كنشكر عبد الاله الحفيظي وكنشكر بانون وكاع الجماهير اللي كانت حاضره. والحمد لله ديما رجاء وديما كنجيبوا الالقاب من برا وغنعاودوا نجيبوهم من برا ان شاء الله. العام الجاي كنتمناو تقاتلوا لينا على العصبه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ديما غادي تعيشوا معنا الالقاب. جمهور الرجاء معروف بالالقاب، هادشي من قبل سميتو من القديم، معروفين بالاشاليه والروح اللي عند اللعابه ديالنا. كارتيرون نصبروا عليه، راه مازال غادي يعطينا واحد الجيل اللي يطلع من الصغر لا يقرا الكره والمغرب كله غادي يعترف بها عاوتاني. ديما رجاء. الحمد لله اليوم فرحه الجمهور الرجاء اللي كتشوفوه. الحمد لله اليوم اللعابه ما خيبوش الظن ديالهم. انا اللعابه ما كنقولش انهم لعابه، هما رجال. انا في ظل الازمه حققنا جوج القاب اللي والله ما حققهم شي فريق في الظروف اللي كيعيشوا فيها. بطل افريقيا اللي هو الترجي اليوم راه حنا كشي سيطره 90 دقيقه وبلا مانيير باللعب. الحمد لله شفنا البيت ديال حفيظي في الاول وين فوا سجلوا، شفنا لا رياكسيون. هنا كيشوف ان فريق قوي، فريق كيبغي يربح. الحمد لله هادشي صافي بليزير والله باش نشوفوا الجمهور بحال هكا فرحان. كنشكروا اللعابه، بغينا دوزيام بلاص الشامبيونا وحنا راه راضيين عليكم. والعام الجاي مع ملي توليو لعاب اخرى غنحصدوا الاخضر واليابس. كما كتشوف اليوم فرحه ثانيه خطره في المغرب. خرجنا المغرب كامل معنا يفرح. جمهور الرجاء جمهور كبير، الزبيوت اليوم غاليين، خرجوا المغاربه كاملين فرحوا. كنقول لهم حنا راجعين لكم ثاني دوزيام بلاص ولا اللي بغى الله الشامبيون. علاش لا؟ ما تنساش تابونا فاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.